أشعر بسعادة غامرة تملأ قلبي وأنا أشهد وأشارك هذا الاحتفال وهذا اليوم التاريخي في كنيستنا في مصر. وأولاً أود أن أرسل ثلاث برقيات البرقية الأولى أرسلها إلى كلية اللاهوت إلى صديقي العزيز الدكتور القس يوسف سمير رئيس مجلس إدارة الكلية وراعي هذه الكنيسة العريقة مع أعضاء مجلس الإدارة. هذه هي البرقية. وفي برقية كلية اللاهوت أيضا أرسل التهنئة لصديقي العزيز الدكتور القس هاني يوسف عميد الكلية والأحباء الزملاء أساتذة الكلية وكل العاملين فيها. أقول في هذه التهنئة تحية شكر وامتنان ووقفة تبجيل وإكرام وانحناءة تقدير وإكرام لتاريخ طويل حافل بالعطاء الوفير، 159 سنة عطاء، 159 سنة منذ أن أنشئت الكلية 1863. الكلية في قلبنا منقوشة، في صلاتنا مرفوعة، لها تقدير وإعزاز في وجداننا، نصلي دائما من أجلها. البرقية الثانية إلى كل خريج، إلى كل خريج اليوم وإلى كل خريج من نصف قرن من الزمان، من القلب أشكر إلهي من أجل الآباء والزملاء الذين خدموا وأثروا الكنيسة بعطائهم وبخدمتهم، أصلي أن يباركهم الرب. وإن كنت أقول الماضي يشهد بخدمة جميلة، لكن المستقبل ينتظر منكم الكثير من حياتكم، من حكمتكم، من خبرتكم. أهنئ أبنائي وبناتي الخريجين اليوم. أود أن أقول لكم من قلبي في هذه البرقية أن الخدمة تاج على رؤوسنا، نيشان على أكتافنا، قلادة في أعناقنا، وسام على صدورنا. أهنئكم من قلبي. البرقية الثالثة برقية إلى كنيستي غاليتي في بلادنا العريقة الجميلة مصر، وأهنئ الكنيسة كلها بكل مذاهبها، لأن الخريجين اليوم نعم من الكنيسة المشيخية العدد الأكبر، لكن أيضا من مذاهب الطائفة الإنجيلية، ومعنا رؤساء عدد كبير من رؤساء المذاهب وأعضاء المجلس الملي. فأهنئهم أنهم يقدمون إلى بلادنا، يعطرون سماء مصر برائحة المسيح الزكية بكم وبخدمتكم، سواء رعاة غدا أو قيادات رائعة في الكنيسة، في كل الكنيسة. تهنئة إلى زميلي وصديقي الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وتهنئة إلى صديقي العزيز جناب القس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وإلى رؤساء كافة المذاهب الإنجيلية في بلادنا تحية تقدير من أعماق قلبي. دول الثلاث برقيات. أما كلمتي للخريجين بكل اختصار في سطور، وفي نموذج واحد فقط، نموذج الرسول بولس، ونحن نعلم الحياة الشاهدة
والخدمة المترامية الأطراف والثمر والتأثير الكبير عبر التاريخ للرسول بولس. وتساءلت لماذا جاءت رسالة الرسول بولس بهذا التأثير الجميل العملاق الكبير في تاريخ الكنيسة وفي خدمته. أيضا لثلاثة أمور. الأمر الأول، البداية الصحيحة. هل تعلمون البداية الصحيحة كانت للرسول بولس عندما كان الطرسوسي وتحول إلى بولس؟ كانت أول كلمات هي صلاته: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ وأنا أود أن أقول لكم ولنفسي من قبلكم، صدقوني، إذا أردنا لخدمتنا النجاح والتأثير علينا أن تكون أول كلمة وأول صلاة نصليها: يا رب، يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ هذه هي البداية الصحيحة، أن أفعل مشيئتك يا إلهي. سررت، علمني أن أعمل رضاك، اهتم بمخدعك، اهتم بمخدعك. هناك أناس يصلون بلا انقطاع، وهناك أناس في انقطاع عن الصلاة. لتكن حياتك هي العظة، لتكن حياتك هي العظة. لا تقدم كلمة الرب مجردة بل مجسدة. يرى الناس فينا يسوع، يشتم الناس فينا رائحة المسيح الزكية. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على هذا، وإن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. أبنائي وبناتي، من سيكونون في يوم الأيام رعاة وخدام، كن أنت العظة، حياتك لتكن هي العظة، حياتك عظة مجسدة، يرى الناس فيك يسوع. الأمر الثاني، اهتم بأن تكرس كل الحياة على مسبح التكريس. الرسول بولس الذي بدأ بصلاته: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ كان شعاره طوال العمر، أعمال 20-24: لست أحتسب لي شيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. كانت بداية قوية، وكانت سيرة ومسيرة معطاء، عطرة قوية، شاهدة مثمرة ومؤثرة. اهتم ببناء ملكوت الله قبل أن تهتم ببناء ملكوتك الشخصي. اهتم ببيت الله، يهتم الله ببيتك. اهتم بعمل الله، يهتم الله بعملك. ضع حياتك على مسبح التكريس كالرسول بولس. أصلي من كل قلبي أن يعطينا الرب كخدام جميعا أن نتفرغ من كل شيء لا يرضيه، وأن نمتلئ بروحه، بفكره، بعطائه، بأشواقه، بآماله في خدمته. أصلي أن يعطينا الرب الفكر المكرس، الأذان المدربة على سماع صوت الله، اللسان الذي يلهج في ناموسه نهارا وليلا، العيون الممتلئة بالحب والتي تزرف الدمع السخين على الخطاط. ليعطينا الرب الأيادي الممتلئة
بالعطاء، ليعطينا الرب القلب العامر بالإيمان، ليعطينا الرب الأقدام التي تسعى صوب خدمة الآخرين، حياة مكرسة بجملتها للرب، فيعطينا الرب خدمة جميلة حلوة رائعة في ربوع بلادنا. الكلمة الثالثة، صدقوني لا تنتظروا مكافأة من إنسان. أقولها ثانيا، لا تنتظروا مكافأة من إنسان ولا امتنان من أي إنسان، بل لا تندهش إذا قوبلت خدمتك بالجهود والنكران. لا تندهش، بل اكرم الله. ومن أكرم الرب ولم يكرمه؟ أتحدى لو أن واحد منا قال أكرمت الرب ولم يكرمني، فهل بات الله مديونا لأحد في يوم من الأيام؟ لا تنتظر مكافأة من إنسان. أبنائي وبناتي، سيدك وسيدي خدم وأعطى وأحب وشفى وأقام موته وأخذ يزرع الحب هنا وهناك، يقول يصنع خيرا هنا وهناك، وفي الآخر صلب، لكن الله أقامه وأعطاه اسما فوق كل اسم. إن الله يا أحبائي لا يبات مديون لأحد. أهنئكم وأهنئكم بأعظم وأرفع وأسمى وسام في الوجود، خدمة الله. وليبارككم الرب، والرب معكم.